بسم الله، مرحبا بكم. معكم إبراهيم محمود مرسي. الفيديو الحالي بعنوان التقريب لأعلى لأقرب خمسة لأعلى، تقريب بالزيادة لأعلى بالخمسات. وصلنا سؤال في التعليقات في قناتنا على اليوتيوب من أحد الأعضاء الكرام، بيقول يعني أنا عاوز التقريب لأعلى بالخمسات. يعني إيه؟ يعني لو عندي 71، بس هو كان كاتب 171 مش 71، يعني في المثال اللي هو كتب على نكتب 171 و 172 و 173 ونسحب دول كده. ده المثال اللي هو قاله لي بالظبط. قال ان انا لو عندي 170 عايزها تبقى 175، يعني خمسات، اقرب خمسة لاعلى مش اقرب خمسة لاسفل. 172 تبقى 175، 173 تبقى 175، 174 تبقى 175، 175 تفضل زي ما هي، 176 تنتقل بقى للخمسة اللي بعدها اللي هي 180، ماشي لحد 180 تفضل 180، وبعد كده 181 تقفز خمسة كمان ل 185. ده الحالة، أو دي الحالة اللي هو يعني طالبها بالظبط. طيب نعمل الكلام ده ازاي في الإكسل؟ تعالى نحذف ده كده ونقول أنا هستخدم دالة اسمها ام راوند، هقول يساوي ام راوند. وخد بالك بس، أنا هنتقل معاك خطوة بخطوة وهعمل حاجة كده يعني مش مظبوطة الآن، ولكن هنعالجها يعني من باب إننا بنخطي الخطوات كلها حتى الصحيحة واللي هي مش صحيحة، بحيث إن لو قابلتك مشكلة ما تيأس أبدا وما تزعلش، لأن طبعا إن شاء الله تخطو الخطوة اللي بعدها وتكون أفضل وتكون أقوى إن شاء الله. نسيت أقول لحضرتك إن ملف العمل ده إن شاء الله هيكون متاح في وصف الفيديو، موجود في لينك في وصف الفيديو تحت الفيديو، وكلمة السر بتاعته خمسة، كلمة خمسة تمام بالعربي. هتكتب طبعا، هنكمل ام راوند اهي، اضغط على الام راوند دي، بيقول لي ان الام راوند دي في نمبر وفي مالتبلاي، المضاعف يعني اللي هشتغل عليه، والنمبر، النمبر اللي هو هشاور على الخلية دي، فاكتب لي هنا ايه، بي 4 تمام، اللي هي الخلية دي. طب المالتبلاي ايه بقى؟ يبقى هروح كده اعمل فاصله منقوطه، لان هستخدم الفاصله المنقوطه لان في الهنت ده او التلميح ده جايب لي بين كلمه نمبر وبين كلمه مالتبلاي في فاصله منقوطه صغيره كده، فبعمل الفاصله المنقوطه بينتقل للمالتبلاي او المضاعف، المضاعف اللي هو كام، خمسة ماشي. وعشان كده قلنا كلمه سر هتكون خمسة. نعمل نقفل القوس ونضغط واسحب المعادله دي واشوف ايه اللي حصل. اللي حصل ان هو عامل لي فعلا تقريب 171 بقت 170. هو هنا عملت، عارف انت التقريب العادي اللي هو اللي بنقول للاولاد الصغيرين في يعني اعداد بخيله واعداد كريمه وبنزود ارقام وكده. فهنا ال 170، 171 بالنسبه لاقرب خمسه بقت 170، 172 بقت 170، 173 عشان اكتر من نص الخمسه فبقت 175. الكلام ده صح، بس مش دي الحاله اللي هو عاوزها، عشان كده خطينا الخطوه دي. الخطوه دي اصلا خطا مش مظبوطه. طيب 174 بقت 175، 175 بقت 175، 176 بقت 175. طبعا ده مظبوط، ولكن مش ده اللي احنا، مش ده اللي مطلوب ماشي. فهحسب ده كله ومش هشتغل على ام راوند، ولكن هشتغل على دالة تانية اسمها سيلينج. هروح هنا واكتب يساوي واكتب سي اي، هي دي. ولما تضغط على الدالة كده هتلاقي في الهند بتاعها او التلميح بتاعها بيقول لي تقريب رقم الى الاعلى، الى اقرب مضاعف من المضاعفات اللي هو هختارها انا من هنا. هضغط على تاب من لوحة المفاتيح او اضغط دبل كليك على الدالة نفسها كده، فكتب لي الدالة وفتح القوس بتاعها وقال لي النمبر اللي هو ايه، هشاور على النمبر ده اللي هو بي 2، يعني هات لي الرقم اللي هو 171 اللي موجود في بي 2، وفصل منقوطة ايه المضاعف اللي انت هتستخدمه. المضاعف بتاعي هيكون الخمسة اللي هي كلمة السر بتاعتنا، واقفل القوس. بس خد بالك ده هيقرب لإيه؟ لأعلى سيلينج، بيعمل تقريب لإيه؟ لأعلى، وده المطلوب معانا. 171 أصبحت 175، ولو ضغطنا دبل كليك هنا على النقطة اللي في ركن الخلية دي أو سحبنا، يعني ممكن تمسك كده وتسحب أو تضغط دبل كليك، فلما بتضغط دبل كليك بيملى، بيعمل ملء للمكان ده بمعلومية العمود إليه المجاور، يعني لو العمود ده فيه قيم لحد هنا هيكمل الملء لإيه لحد هنا ماشي، يعني حسب العمود ده فيه لحد فين وهو بيقف بالظبط عند المكان اللي هو فيه.
طيب نشوف كده النتيجة بتاعتنا 171 أصبحت 175، لأن هو خد آخر خمسة معايا اللي هي الواحد دي وزودها خمسات فبقت 175. 172 173 173 175 174 175، كمان 175 هي هي، إنما من أول ال 176 هينتقل كمان خمسة لأعلى، خمسة لأعلى، فهتبقى كام؟ هتبقى 180، وهكذا 180 تستمر معانا ال 180. أول ما نروح ل 181 هتبقى 185، وده اللي حاولنا نوصل لنتيجته في الفيديو الحالي. يا رب يكون فيديو يعني مفيد لحضراتكم، وأكون وفقت في عرض المعلومة. شكرا لمشاهدتكم، هنتظر استفساراتكم طبعا وتعليقاتكم في القناة، ويعني على خير إن شاء الله نلتقي، وإلى لقاء قريب. كنت معكم إبراهيم محمود مرسي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.